بالنسبة لنهار اليوم هاكا مريم اعطينيك فكرة على العناوين اللي صدرت اليوم وهكاك نجم تختار الجريدة اللي باش تقراها. إذا قلنا باش نحكيو على سن اليأس، شنو ربما الاضطرابات اللي تصير في بدن المرأة وعلى مستوى التغذية خاصة؟ بالنسبة لسن اليأس معناتها هو يعني مرحلة في العمر ماهوش مرض ولا حاجة تخوف، يعني يلزم ما تتقبلها معناتها حالة طبيعية. بالنسبة للاضطرابات اللي تظهر على معناتها على الماء هما أول حاجة يعني النقص في الليزهرمون هذوكم اللي يعطيو كونهم فما اضطرابات نجم تصير على المستوى الجسمي نتاعها زيادة في الوزن، تنجم يولي عندها أكثر ريسك نتاع أمراض القلب والشرايين، أكثر ريسك نتاع مرض السكري، هشاشة العظام زادة كيف كيف الكوليسترول زادة كيف كيف، هو فما اضطرابات يعني تصير في الميتابوليزم ومع هذوما فما اللي أثر على نفسيتها، معناتها تولي نقص في النوم، لي بوفيت شالور كيما قلت أنت، تولي معناها منرفوزية شوية، هذوما الكل معناتها هما أعراض ويختلفوا من المرأة الأخرى، ماهمش يعني حاجات اللي موجودين عند النساء الكل. اللي يقلق أكثر معناتها حسب يعني أنا بتجربتي الشخصية هو زيادة في الوزن، على خاطر تقعد تقول لك معناتها راني ناكل عادي وزدت في الميزان نتاعي علاش، وإلا راني نحس معناتها فما ريتونسيون دو انحباس في الماء، هذايا هو اللي من بعد ينجم يخلف أعراض معناتها أخرى لي ولا يعني أمراض أخرى كيما أمراض القلب والشرايين كيما السكري. وهوني معناتها نصائح التغذية اللي يلزمها تدخل في وقتها وتكون ماهيش يعني حاجات صعاب وإلا ما نجمش الطبقهم، اما النصائح ينجموا يعاونوها برشا. اول حاجه قبل النصائح مريم معذره على المقاطعه، دونك نذكروا انه الموضوع نتاعنا هو سن الياس، نعرفوا انه تصير برشا تغييرات فيزيولوجيه هرمونيه على المراه. اذا كان عندكم تساؤلات فيما يخص التغذيه في المرحله هذه هاكا مريم موجوده معنا، تتصلوا بنا على 71 والا على الباج فيسبوك نسمه صباح. تفضل مريم. دونك قلت لك النصائح معناها النصائح الغذائيه تنجم تنفع للمراه على خاطر باش ياثروا على الصحه نتاعها، ينقصوا من الزياده في الوزن اللي تنجم تعترض لها، وفي نفس الوقت ينجموا حتى على نفسيتها ينجموا يعاونوها بالكدا، على خاطر نعرفوا اللي برشا عناصر غذائيه تجينا من الماكله تاثر في النفسيه، معناتها تنجم تكون المشكله نتاع الريتابيليتي هذيك معناتها نقص في معدن والا في عنصر غذائي معين، وخاصه على هشاشه العظام، على خاطر هوني تولي مشكله كبيره برشا عند النساء اللي يفوتوا، معناها هو سن الياس حسب التقريب باش يكون في عمر 50 سنه قبل شويه بعد شويه، اما هشاشه العظام تنجم تاثر على معناتها سنين اللي من بعد، على خاطر اقل صحه تنجم تكون معناها كسره في خاصه في المخروقه، وهذاك اللي نجم معناتها يكون معناها ديكلان في حياتها وياثر عليها برشا. انت حكيت على حاجه مهمه برشا مريم قبيله، قلت انه الزياده في الوزن بالحق ساعات تلقاها امراه تقول انا بدن ما كان معناها وتلقاها الغارد لي ميم زابيتود نتاع الماكله نتاعها، وفجاه تلقى روحها عندها عملت بريز دو بوا اللي هي بينها ما تعرفش كيفاش. دونك كيفاش نجموا نحضروا نحكيوا المرحله ما قبل سن الياس، معناها وقت اللي دخلت المراه لعمر معين نقولوا ديزون 5 سنين قبل المرحله هذيك، كيفاش نجم تعود بدنها لك المرحله هذيك دو فاسون باش كي تلقى روحها ما تاخذش الزياده في الوزن تكون كبيره برشا. هو المرحله هذيك البيريمينوبوز هي بالحق ما تنجم تاثر برشا، نصائح غذائيه نجم نعطيهم. اول حاجه نحن يلزمنا نعرفوا علاش صارت الزياده في الوزن، على خاطر الميتابوليزم باز نقص، هذا يعني الميتابوليزم اللي يستحق البدن باش يحرق الانرجي نتاعو. علاش ينقص؟ على خاطر فما نقص في الكتله العضليه عند المراه، معناتها وقت تنقص الكتله العضليه الميتابوليزم باز باش ينقص. علاش تنقص الكتله العضليه؟ على خاطر فما نقص في الهرمونات، معناها هي فيزيولوجيا مربوطه ببعضها. شنو تنجم تعمل؟ لازم على الاقل فما معناتها بروتيدات في كل وجبه، يعني في وجبه الفطور وجبه العشاء البروتيدات نجم يجينا من الحمر. البروتينات الاحمر ولا بيض جوستومون ما خاطر نعرفوا احنا اللحم الاحمر ديجا فيه بزيد مواد دسمه، واحنا ماذا بينا المراه ديجا تضعف شويه باش تلقى روحها فيك المرحله قد باش نخلطوا باش نقول ميزان قد. هو المرحله من ناحيه اللحم الاحمر ما يلزمش تنحيه كومبليتمون، على خاطر فيه الفيغ فيه معناتها يلزم ديما الماكله تكون متنوعه اما بطرف، معناها يلزم لي كونتيتي يكونوا شويه شويه ما تكثرش. البروتيدات انت قلت اللحم الابيض، انا نقول لك الحيوانيه والنباتيه، على خاطر فما برشا عباد يتنساو اللي فما بروتيدات تجينا من معناتها من المواد النباتيه كيما الحمص النباتيه هما الحمص الفول اللوبيا حتى الخضره الكل فيها العجين زاد كيف كيف فيه نسبه بها من البروتيدات نجموا يغذيو الجسم نتاعها. والحيوانيه اللي هو كيما العظم كيما اللحم الاحمر ويكون شويه مش برشا، اللحم الابيض الحوت خاصه، هوني الحوت علاش معناتها ناكدوا عليه؟ على خاطر فيه الاوميغا 3 وهو اول حاجه باش يحمي القلب نتاعها، وثاني حاجه باش معناتها ينقص من الريتابيليتي هذيك، معناتها برشا دراسات اثبتوا كونهم ماهمش الفيتو استروجين اللي نحيوا لي بوفيت شالور، الفيتو استروجين هما يشبهوا الهرمونات اللي عند المراه، اما من
مصدر نباتي يجيو معناتها من الجرين دو لان ولا من السوجا. برشا دراسات قبل اثبتوا انهم هذوكم اللي يخلي ينحيوا لي بوفيت شالور. توا دراسات اخرين اثبتوا اللي زوميغا 3 عندهم فايده كبيره على صحه المراه وخاصه على النفسيه نتاعها. جوستومون احنا باش نحكيو هنا عن جانب النفسي مريم. نعرفوا خاصه في المرحله الاولى قلنا برشا تغييرات تصير اللي تنجم تقلق المراه، واحنا نعرفوا فما مواد غذائيه اللي تنجم معناها كيما نقولوا تفرهد اي اون ميم طون تنجم تقلق. ما نعرف ان اللي فيه نتاع الشوكولاته الكحله اللي نعرف اللي معناها من احسن الحاجات للستريس، لكن شنو الحاجات اللي جوستومون وقت اللي المراه تحس روحها متقلقه تنجم تاكل حاجات اللي تعاونها باش تهدي لها اعصابها بي. فما حاجات اللي لازمها تبعد عليهم هما السكر الابيض المضاف على خاطرك اللي بيك نتاع السكر معناتها مره يطلع مره يهبط ليبر ايبو غليسيمي، هذيك تنجم تتادي لانها تولي معناها مضطربه شويه ومفرعسه شويه. دونك لازم ديما السكر يكون معدل في الدم من الجلوسيد كومبلكس يعني اللي هما سكريات بطيئه الامتصاص كيما لي سيريال ماذا بينا يكونوا كومبليت على خاطر لي فيبر لهنا عندهم تاثير كبير على معناتها على الشهيه على خاطر يساهموا في تعديل ماده الغريلين اللي هي الهرمون دو لابيتي. هوني معناتها ننصحكم يكونوا سكريات بطيئه الامتصاص باش يكون السكر معدل في الدم وما يصيروش كل الاضطراب هذاك. الحاجه الثانيه اللي هما لي زوميغا 3 على خاطر يساهموا معناها في تحسين معناتها الصحه نتاع النيرون. دونك تولي تنجم الجير احسن الستريس نتاعها. واكثر حاجه هوني يلزمها معناتها تبعد عليها هي معناتها المواد الدسمه والمواد المحليه برشا، هذوما اللي قلنا لازم تبعد عليهم. الحاجات اللي تنجم تاخذ منهم معناها اكثر هما اللي فيهم اكثر البوتاسيوم اكثر الزنك واكثر الفوسفور على خاطر هذوما مواد معدنيه اللي يساهموا في تغذيه المخ وفي معناتها البدن يولي منخي شويه. بالنسبه للنوم على خاطر فما برشا زاده كيف يولي عندهم نقص في النوم لانسومني، وهي اللي بدورها باش تؤدي المضاعفات معناتها اكثر على خاطر كي يبداو ينقص النوم بطبيعته باش يولي منرفز. بالنسبه للنوم ننصحوا باش يكون العشاء نتاع الليل مصدر نتاع معناتها سكريات بطيئه الامتصاص ومش مصدر بروتيدات، يعني يكون البروتيدات لتيزان صحيح هما يفهدوا يكلم معناتها يهديوا الاعصاب ويجيبوا النوم. معناتها اي حاجه تكون ليكيد هوني نحب نحل قوسه واللي ليكيد يسمها تشرب منهم اكثر على خاطر تولي البدن يشيح والماء يولي يخرج من الخلايا خاطر لو اكسترا سيلولير هذيك اللي تعطي لا ريتونسيون دو والخلايا تولي تشيح. دونك سي ديزيغراتاسيون في البدن. ليكيد الكل تنجم تشربها معناتها الحليب الماء تبعد خاصه على الجازوز والمشروبات الغازيه على خاطر هذوكم اللي باش يزيدوا معناها كما قلنا في المواد معناها في السكريات باش ياثروا على نسبه السكر نتاعها في الدم ونجم هذاك اللي يعطي زياده في الوزن. على فكره زياده في الوزن مريم اخي المراه معناها في البريود نتاع المينوبوز تولي شهيتها محلوله اكثر على خاطر توتا سويدي تقول صباح الورد انا كنت 60 بعد ما ولدت توا 76 سنه وقاعده نزيد وناكل برشا وما نجمش نشد روحي. هوني لازمها تسمع لي سونساسيون دو كور نتاعها على خاطر المراه راهو اي بدن هو اللي يبعث لي سينيو معناتها للانسان باش يعرف وقتاش هو جيعان وقتاش شبعان وقتاش عنده شهيه ولا راهو ناكلو كل شيء وقت نبداو جيعانين. معناتها كي نبداو حاجتنا بحاجه معناتها اون في ماذا بينا هذيك اللي نتغلبوا عليها. وهوني كيفاش نعاودوا نرجعوا ليكيليبر نتاعنا وقت اللي نسمعوا البدن معناتها وقت اللي جيعانين ناكلو كيما نجي جيعانين ما ناكلوش ماهمش حاجات مربوطين. شفت حاجه كيبدا واحد ديما جيعان مريم شو يعمل؟ لا هذيك نجم يعاود معناها الماء سبور تخرج معناها بوتيتر تنجم تكون قاعده في الدار ديما عندك الرغبه نتاع انها تاكل رغبه يعطيك الصحه نجموا الرغبه هذه نقاوموها الرغبه هذه نجموا نقاوموها بالسبور على خاطر اول حاجه هذاك باش يزيدنا في الكتله العضليه نتاعنا يساهم يخلي الكتله العضليه هي اللي باش تحرق الشحم الزايد. وثاني حاجه كما قلت لك على خاطر هذيك رغبه ماهوش الجوع معناتها هي تحاول كونها تفيق وقتاش عندها رغبه وقتاش عندها جوع. يسوفي عارفه تتفرق بين الحاجتين هذوما راهو معناها باش تولي تعرف وقتاش بالضبط حاجتها بالماكله وخاطر البدن المراه يولي يطلب معناتها حاجيات غذائيه اقل من اللي كانت في عمر 30 ولا في عمر 20 سنه ولا حتى في عمر 40 خاطر قد ما يقدم العمر قد ما الميتابوليزم ينقص. دونك يولي البدن يطلب اقل ماكله. دونك لازمها تنقص في لي كونتيتي وكما قلت انت بالرياضه تشرب الماء بالقداء معناتها هذه حاجه من الحاجات اللي تنجم تعاونها. وفي ماكلتها خاصه معناها تكون فما برشا خضره وغله اللي فيهم الالياف وهذوك الالياف شنو باش يعملوا باش يحبسوا السكر معناها الغريس في معناها في لي ديشي وما يتعداوش البدن نتاعها ويكونوا معناها السونساسيون دو فان نتاعها مريقله. يعطيك الصحه مريم على كل حال نخدم مع حنان برمضان اللي قالت احسن حاجه نتصور باش نحيوا بها ستريس المراه كلكو سوا عمرها هي السبور. يعطيك الصحه حنان وشكرا لك كذلك مريم. هكا نخلطوا لنهايه هذا الموعد من التغذيه اليوم حاولنا نحكيوا على سن الياس لك انت مريومه وللساده المشاهدين نهدي لكم هذا النغم فيروز نسم علينا الهواء.